القوانين الوحيدة اللي أنا مؤمن بيها بدون إثبات علمي القوانين اللي حطها مهندس مشهور اسمه ميرفي، منها مثلاً توقع الأسوأ لأنه هو ده اللي هيحصل، وسبب إيماني بيها هو حياتي. كان يقدر ميرفي يستخدمها لإثبات قوانينه، وزي ما أخونا الأفندي ميرفي حط قوانين، دكتور رفعت إسماعيل برضو حط قوانينه، وأولهم إن الطبيعة ماشية بإن 1+1=2، أسباب بتؤدي لنتائج، وأي حاجة بتطلع برا المعادلة دي ما تبقاش من الطبيعة، ولا يوجد ما يسمى بما وراء الطبيعة. قانون رفعت رقم 5، لو عقلك لعبك خده على قد عقله. قانون رفعت رقم 22، ما يريده رفعت إسماعيل إما منقرض أو مستحيل العثور عليه. قانون رفعت رقم 23، الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من عدم، وكذلك تلميحات لو السخيفة. قانون رفعت رقم 5 بعد التعديل، لو عقلك لعبك لعبه. قانون رفعت رقم 55، كل الأشياء تبدو طبيعية إلى أن يقترب منها رفعت إسماعيل. قانون رفعت رقم 65، أحياناً يكون اختفاء الوحش مرعب أكتر من الوحش نفسه. قانون رفعت رقم 1 بعد التعديل، بالتأكيد هناك ما يسمى بما وراء الطبيعة.